منابع العز هلي وابتسمي، قزارك اليوم رفاق القلم، مراكب النور صفت لمقتن، ومحافل الفكر تتلى فاغتنمي. قد جئتك يوما حاملا مشاعل الفكر وتوق الهمم، فوجدتك بين قتيل ومصفد، والناس بين خائف ومتبرم، ففتحت قلبي ساحات زرعتها عفوا وحبا غير منفصم، وأرضعتك علما ومعرفة، ورفعتك منارة بين الأمم. حدثيهم عن لقانا في سحر بين حفيف الرقاق وصرير القلم، حدثيهم عندما شاهدتني فرحا بانتصاري في القدم.